انا هذا هو وجه التحفظ ديالي. حنا كنا في اطار تحالف، كنكونوا في تحالف، كنناقشوا في التحالف نبنيه ونكونوه، كنا مع بعضنا. ولكن هذا ماشي عيب يكونوا عنده التليفونات ديالي ولا يكونوا عنده لالي، هو شخصيا هذاك راه هنا في الكور، راني راكب معاه في نفس السياره. حنا كنبنيو تحالف، السياره ديالو هو، السياره ديالو هو. كنت كنبات معاه. لا حنا دابا جينا، كنا في المنصوريه وجينا، ملي جينا يعني جينا العين السبع، بقى هو مشى دا حوايجي ودا بورتابلاتي وخبر يومين. فبعد بغيت ناخذ الحوايج ديالي مشى خبر، هو خبر يومين. يعني ما حنا جايين كاع جميع، جايين كاملين. انا ما كنقول انا ما ندخلش في النيات، المهم انا بورتابلاتي راهم مطفيين، ولكن الا قعدت تحلوهم، لان سمعت باغيين يحلوا البورتابلات ديالي وباغيين يتصرفوا في الوثائق ديالي اللي تما، وباغيين يتصرفوا في المسائل الخاصه ديالي، انا ما ناخذش التليفونات ديالي، راه بغاو يصيفطوهم ليا دابا. قلت لهم ما بغيتهمش، خلوهم عندكم تناخذهم بالقضاء، باش لا كانت شي متابعه من بعد تكون مبنيه على ديك الشكايه الاولى ديال انه يعني خداو الحوايج ديالي بهذاك الشكل وشهروا بيا بهذاك الشكل. باقي لحد الان يلا غنبداو المسطره مع المحامي ديال الحزب ان شاء الله، اللي غنبداو المسطره ديال حنا. عندنا حزب الحمد لله، وعندنا محامين، وكاين قضاء، وكاين مقتضيات قانونيه في البلاد. حنا غادي نرافضوا ديك الفيديوهات وغنفرغوهم، شي اللي غيدير العون القضائي واللي غادي يدير يعني المحامي غيفرغهم، وغتكون شكايه للسيد وكيل الملك في الموضوع، وغتكون مسائل قانونيه، وهذيك الساعه غتكيف الجرائم حسب داك الشيء. يعني انا تشد واحد باليزه ديال شخص وتشدها وتحلها وتبرك تشدد فيها وتبرك تقول كذا الى اخره، وتشد بهذاك الشهر ديال التشهير ديالو، وتبدا تخترق مسائل خياليه، يعني راه درنا راه فعلنا راه كذا، وهذاك الشيء كلشي لا اساس له من الصحه. على نسج الخيال، نسج ديال الخيال، نسج من خيالك وقول. فبالنسبه لنا يعني راه الحمد لله كاين القانون في البلاد، حنا راه غنتابعوهم قانونيا على داك الشيء اللي داروا في هذاك الفيديو. على كل حال انا الاشخاص اللي في الفيديو راه معروفين. الشخص بالخصوص اللي خدا سميتو ليا الحوايج ديالي من الباليزه ديالي من الكفر ديالو وتصرف فيها بهذيك الطريقه، يعني هو المتابع رقم واحد، لانه هو اللي دار هذا الشيء كلشي، واللي عطاه الامر ايضا بهذاك الشيء، راه هو اللي عطاه الامر بهذه الامور هذه، حتى هو راه يعني حتى هو عندي انا، حتى هو متابع.